هاي نحن موجودين اليوم بلوريال ميك اب وبدي فرجيكم ماي فيفورت برودكتس. تعالوا معي. إذا حسيتوا إنه هيدي المنطقة تحت العين تعبانة شوي بنصحكم كثير بريفيتاليفت فيلر بتحطوه بعد الداي كريم وبعد الآي كريم على بكرة وعشية وبتحس إنه هيدي المنطقة تعبت شوي. أنا كثير حبيت الميسلر ووتر تبع لوريال لأنه بيشتغل على كل أنواع البشرة، ما فيه زيت فما بتزيت البشرة ويمكن يطلع لك حبوب بكرة أو هيك، سو جربوا كثير حلو ومش ضروري حتى تغسلوا وجهكم من بعده. سو كثير حبيت هذا النيو برودكت من لوريال يلي هو الانفاليبل لومينايزنج برايمر، حبيته كثير لانه بيعطي جلو كثير قويه وخاصه اذا بدنا نحط بعده فاونديشن، وفينا كمان نحطه لوحده مع بيبي كريم هيك الجلو شو حلوه. ترو ماتش فاونديشن هو فاونديشن صار لي سنين بستعمله كافري داي يوز فاونديشن، الكفرج تبعه ميديوم بس بيلدبل بزيت الوقت، بحبه كثير لانه اتس فاونديشن بيعطي برايتنس بيعطي اضاءه للوجه وبزيت الوقت كثير هين نعمل له بلندنج اذا مستعجله وبدك تظهري بتحطيه دغري ما بيعمل ستريكينج بينشف بسرعه، سو ترو ماتش اي لاف ات. I have two babies وكثير ما بنام كثير منيح، سو اوقات بيطلع لي دارك سيركلز واوقات عندي ميك اب كثير قوي بدي احطه وبدي الكونسيلر يداين. كثير حبيت الانفاليبل 24 اور كونسيلر، هيدا الكونسيلر شوي فورمولا ثيك، سو هيدا انا بتركه للهيفير ميك اب لوك، اوكي وعن جد ات لاست 24 اورز، بيجي بكذا شيد ومش ضروري حتى تحطه مع هيدا لوز فيكس باودر لانه ات ويل ريلي ستي. سو بتصور زهقوا مني العالم قد ما بحب الفتمي وقد ما بحكي عنه، هيدا الكونسيلر فتمي من ميبلين، عن جد كونسيلر بيعقد، فورميلا من اهين الفورميلاز تو بلند، كثير هين، كثير لايت، وكمان في كونسيلر ثاني كثير بحبه من ميبلين، وكمان بتعرفوا قد ايه بستعمله يلي هو انستنت انتي ايج كونسيلر، بيجي مع سبونج فور بلندنج وبيجي كذا شيد كثير حلوين، هيدا اتس مور ماتي ذان فيت مي كونسيلر، بس كمان اتس فيري ايزي تستعمله كل يوم. This contour stick كمان اتس نيو، اتس ذا انفاليبل لونج وير شيبينج ستيك، اتس فيري ايزي، اتس ايزلي بلندبل، ذا فورمولا از ريلي نايس اند سوفت، هلا انا اي وود جو فور شيد اغمق شوي، بس هيدا يو وود جست تشيزل يور تشيك بونز. فيكم تحطوه على العظمة النوز هون. كل اللي بيعرفوني بيعرفوا انه انا I'm all about the highlighter، كثير 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 بحب، بس اكيد مش اوفردوز هايلايتر. هلا لوريال نزلوا هايلايتر جديد كثير 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 حبيته يلي هو اسمه الجلو مونامور، اتس بيسكلي ا هايلايتر دروب. انا حبيت الشيد الفاتح يلي هو هيدا، تشيك اوت الفورميلا هيدا. سو هيدا فيكم تستعملوه كذا طريقه، فيكم تحطوه قبل الفاونديشن مع انه انا بحب حط الانفاليبل برايمر قبل الفاونديشن، وهيدا فيكم تحطوه كمان بعد الفاونديشن على المناطق الوجه اللي بتحبوا تخلوها تضوي، انا حاطه هون مثل ما شايفين وهون وكمان على التب تبع ماي نوز. كثير حبيت الانفاليبل شيبينج هايلايتر ستيك تبع لوريال، بدي فرجيكم شو حلو. هيدا فيكم تستعملوه مالتي بيربس، يعني تحطوه على التشيك بونز على التيب اوف ذا نوز واوقات شوية هون على اللبس وعلى الكيوبيد بو يلي هي المنطقة فوق اللبس، بتكون خلصت يور ميك اب لوك. كثير بحب الاي لاينر مع انه مش دائما هين الاي لاينر، ومثل ما بتعرفوا اوقات كثير صعب تعملوا وان ديزاين هون وان ديزاين هون مثل كات اي يكونوا ذات الشيء، كرمال هيك كثير بحب اللوريال جيل انتنزا اي لاينر يلي هو اتس جيل اور كريم بيست اي لاينر، اوكي وبيجي مع فرشيته يلي هو هين، يعني مش صعبة تستعملي هالفرشية لأنه في ناس بيشوفوا هيك شيء وبيقولوا لا نو واي مش رح أقدر أعملها، اكشلي هينة. سو فيري سمبل فورميلا مات والكلر كثير قوي وكلر باي أوف كثير قوي، والحلو إنه بيبقى وما بيعمل كثير سمادجينج، سو أي لايك ذس وأي ريكومند إت. سو مثل ما شايفين انا كثير بحب البريك والايرثي تونز على عيوني وخاصه الالوان الكوبر والاورنج والاحمر، سو هيدا اي لاينر اكشلي ما بتلاقوا منه كثير لانه اتس ا كوبري تون يعني نحاسه.
ما بخبي عليكم انه هيدي ماي فيفورت ماسكارا من لوريال، لانه انا عامله الكامبين تبعيتها، وعن جد ماسكارا بتعقد، اسمها الفتال ماسكارا فوليوم مليون لاشز. وهيدي اذا بتحبوا الفوليوم، بتحبوا الثيكنس بذات الوقت، ذس از يور ماسكارا، لانه بدي فرجيكم البرش تبعيتها يلي هي عريضه شوي، والفورميلا كثير حلو لانه عن جد ما بينشف وبتضاين، واسود كثير قوي. سو هيدا هو الماسكارا اللي لازم تجربوه. هلا لوريال منزل الانفاليبل ليكويد مات ليبستكس يلي هن كمان ووتر بروف، يعني بيجي مي عليهم ما بيروحوا بداينوا كل النهار. اسمهم لي شوكولا. ماي فيفورتس هن دوس اوف كوكو لانه كثير بحب النيود، وكمان بوكس اوف شوكليت. سو عن جد طعمتهم بتعقد مثل الشوكليت، جربوهم. بدي اعرفكم على لونين من اسي يلي هن اللونين المفضلين عندي لانه بيشتغلوا بالصيف وبالشتاء وكل السنه، يلي هن بيرفوت اند توبلس ومارشميلو، ناتشرال نيودز، وبيبقوا كثير وقت وما بينتزعوا، حتى لو انتزعوا ما ببينوا. سو ذيس تو فروم اسي ار ماي فيفورت. سو ان شاء الله تكونوا حبيتوا ماي فيفورت سيلكشن من لوريال. إذا كتير حبيتون فيكن تاخدون من my closet.